صباح الفل عليكم ويسعد ايامكم يا رب. ومعاكم النهارده فاطمه ابو علي، والنهارده انا جايه لكم بفيديو مهم جدا قالب السوشيال ميديا، وهو موضوع خطير جدا جدا، موضوع عدم غسل الفراخ. انا عايزه الكل يتفاعل على الكومنتات. هل في بعض الناس ما بتغسلش الفراخ؟ في بعض الناس بتشتري الفراخ وبتجيبها من بره من عند الفرارجي وتحطها في الحله مباشره. بصراحه موضوع مثير للجدل. ازاي ان انا اجيب فرخه وما اغسلهاش؟ طول عمرنا عايشين مع اهالينا، ربنا يديهم الصحه، طول عمرنا بنغسل الفراخ وطول عمرنا اهالينا بيغسلوا الفراخ، مفيش الجراثيم اللي سمعنا عنها ديت. انا بتبع وسائل الامن والسلامه، ان انا بجيب الفراخ بطلعها من كيسها، بغسلها في حاجه متطهره بالخل، وفي نفس الوقت بطلع الفشه اللي ما اقدرش اكل الفرخه وفيها الفشه، ومؤخره الفرخه، واشيل الاجنحه واشيل اي ريش واخليها قشطه، وبعد ما بنضفها وبخليها قشطه بغسلها بشويه ملح وشويه ليمون، شويه قرفه، شويه ورق لورا مطحونين، شويه دقيق ذره، بصوا برتقانايه كده، وافتحها واغسلها بقشرها كلها كده، واخليها جوه الفرخه، اخليها قشطه وريحتها كده تشد الواحد ان هو ياكلها. تتخيلوا ان ممكن واحده تكون لسه عروسه جديده شافت الفيديوهات اللي بالطريقه ديت، وخدت الفرخه كده زي الشطره، طلعتها من الكيس وغليتها في حله الميه. تخيلوا كده لما هي تاكل حاجه زي كده، او جوزها يشوف المنظر ده، بصراحه منظر مقزز. فيا جماعه انتبهوا ان في لسه بنات صغيره ما تعرفش ايه الكلام ده. هي سمعت واحده بتقول الفراخ ما تغسلش، هتاخدها على الحله مباشره. طول عمرنا بنغسل الفراخ، هنتبع بس النظافه شويه. اول ما نجيب الحاجه هنغسل الحوض ونحطها فيها او بوله كبيره حسب كميه الفراخ. لو كميه كبيره طبعا احواض نظيفه ومتطهره كويس جدا بالخل. الخل يا جماعه موجود ب2 جنيه و3 جنيه الكيلو. ده وغسلتها كويس زي ما قلت لكم بالليمون وبالملح، وخليتها زي القشطه وشلت اي زوايد فيها. الفشه، ازاي يا جماعه ناكل الفراخ بالفشه؟ يعني ما ينفعش الكلام ده. حتى لو هي مجمده لازم اغسلها، هغسلها واستعملها على طول، تمام. ولو هي طازه جايه من محلات الفراخ برضك لازم اتبع سبل السلامه، وهحطها في حاجه واغسلها كويس جدا. وبعد كده بقى اعمل لها المحلول الملحي الجميل. هو عباره عن ربع كوبايه من السكر، نص كوبايه من الملح، وورق لورا، وثلاثة اربع فصوص من الحبهان كده، مع عصرة ليمونتين ثلاثة في مية باردة، ونسيبها كده ساعتين ثلاثة في التلاجة. يا سلام على الجمال، بقت فلة، بقت قشطة كده. انا اكل الفرخة وانا مطمنة. يا جماعة انا مش بهاجم حد، بس لو سمحتوا المعلومة لما بتوصل بطريقة متلخبطة شوية، خصوصا للبنات اللي هم لسه متجوزين قريب، دي كارثة بصراحة. تخيلي كده واحدة متجوزة عروسة كده وفرحانة بقى انها عملت غدا بقى لجوزها، فرخة مسلوقة مع شوية رز بشعرية مع شوية كوسة ولا فاصوليا ولا بسلة ولا حبة ملوخية، وهي عاملة الأكل على فراخ مش مغسولة. لكم أن تتخيلوا المنظر. أنا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات، هل في حد بجد ما بيغسلش الفراخ؟ أنا بصراحة الهيجين والكلام اللي بيتكلموا عليه ده، إن أنا آكل فراخ مش مغسولة ولا في مطاعم بتعملها كده، بصراحة الله الغني ان انا ممكن اكل فراخ بالشكل ده. فيا جماعه بلاش نقول ان الفراخ ما بتتغسلش، الموضوع صعب جدا. بعد ما بنغسل الفراخ بنطهر اي اسطح بالخل، والخل قلنا في الازاز الرخيصه وفي بالكيلو، فما فيش ارخص من الخل. وهنغسل اي سكينه استعملناها، اي بوله كويس جدا بمسحوق التنظيف، وبعد كده نطهر الحوض بالخل. فالموضوع ما ينفعش بكل حال من الاحوال ان انا اكل فراخ مش مغسوله يا جماعه، وحتى لو انا احطها في المحلول الملحي لازم اغسلها الاول. ده كان الفيديو النهارده، ان انا عايزه اوضح لناس كتير جدا دخلوا لي: يا شيف احنا محتارين، في فيديوهات كتير جدا بتقول ان احنا ما نغسلش الفراخ. فطبعا قلت لهم لا، انا عن نفسي استحاله امسك فرخه كده واحطها في بقي وهي مستويه بدون غسيل، لا يعني اعوذ بالله يا ربي ما اقدرش. فانا بغسل الفراخ. اي حد سالني السؤال ده، يا جماعه انا بغسل الفراخ وبطهر كل الاسطح بالخل، وكمان بالديتول بعد كده، وبخلي الدنيا زي القشطه، والشوربه ريحتها تجيب اخر الشارع. هنغسل الفراخ كويس جدا، ونشيل الزلموكه، ونشيل الزوايد والفشه والاجنحه واي ريش واي حصاله تبقى موجوده في الرقبه، ونمسك الفرخه كده نخليها قشطه شمعه منوره. وبعد ما بقت شمعه منوره كده هغسلها بقى بالملح والليمون، عندي برتقانايه، حبه دقيق ذره، مش عايزين دقيق، كفايه الملح والليمون. انا ما بغسلش الفراخ بخل يا جماعه على فكره،
بس كده هنحشيها، هنشوح بصلايه كده بفصين مستكه بحبه ملح وفلفل، ونحطهم جوه كده ايه بين الجلد واللحم، ونشوح فرختنا ونحط لها الميه مغليه مع ورقتين لورا مع 2 حبهان مع شويه ملح وفلفل مع بصلايه، بقى زي الفل على كده. نعمل بقى عليها اي اكله بدون خوف. هنشويها نقطعها على 8 ونحط لها تتبيله الشوي، يعني الموضوع في الامان، وبنطهر كويس جدا بعد الغسيل، بنتخلص من الاكياس في الباسكت، بنغسل اي حاجه اي اسطح موجوده في المطبخ، التطهير مفيش اكتر منه في بيوتنا. فيا جماعه بلاش نقول ان الفراخ ما تتغسلش، الموضوع صعب شويه. ده قرار دي لكل الناس اللي دخلت لي على الرسائل، احنا محتارين نغسل الفراخ ولا لا، هل هي كده فيها بكتيريا انتشرت؟ بكتيريا ايه اللي هتنتشر؟ هي البكتيريا هتطير؟ لا، هي لو الاسطح مكان ما غسلنا طهرناها خلاص الموضوع زي الفل، وطول عمرنا بناكل الفراخ مغسوله وبتبقى ريحتها تجيب اخر الشارع. ويا رب يعني اي كلمه قلتها تفيد كل الناس اللي سالوني، وانا مش بهاجم حد، ده انا بتكلم عن رايي الشخصي. انا واحده اتربيت ان انا اكل فراخ مغسوله وريحتها تبقى زي الفل وتبقى قشطه كده وبتنور من النظافه. ويا رب الفيديو يكون فاتكم ورديت على كل الاسئله. اهم حاجه نعقم كويس بالخل ومفيش اي حاجه، كل مكان حسينا ان احنا مسكنا فيه يعني بعد التنظيف حسينا ان هو يعني حصل له حاجه هنمسحه بالخل، ونحاول ان نحسر مكاننا عند الحوض بس. وبعد ما بنسوي الفراخ بنطهر كل الدنيا بالخل، والموضوع ابسط من كده يا جماعه، وكله فراخ ونضفوها، ولا تخافوا من اي حاجه، مفيش جراثيم بتطير ولا بتروح ولا بتيجي. الجراثيم لو هي في مستوى الاسطح بتتمسح بالخل وبتطهر وبيقتل اي جراثيم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتبسطت ان كنت معاكم. كنت معاكم فاطمه ابو علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.